ويمكن احنا اتكلمنا ساعتها وقلنا ان اعتماده على السياسه المرنه اه اه وتصريحه بان الاسعار اتحركت اه في السوق قبل حتى قرار خفض الجنيه كل ده بينم على انه فاهم الازمه فين وعارف ان القرار السليم هو في استمرار اجراءات خفض قيمه الجنيه الى القيمه العادله اللي شايفها المستثمر اللي بره إلى حد ما عادله، ومن ثم ممكن على أساسها يحصل توازن في السوق وتعود للاستثمارات، لكن هي ما أخذ على المحافظ فقط هو التصريح في هذا التوقيت في ظل ما هو بيهمه بشكل كبير قوي إن هو ياخد القرار في أسرع وقت، خاصة مع السنة المالية الجديدة، فهي دي اللي عملت اللغط شوية، يعني أعتقد إن هو لولا التصريح ده كان ممكن يكون النهارده القرار صدر، لكن عشان التصريح اللي تم والتوقعات الكبيرة وحجم الانتقادات، اللي اتقال هو ده اللي أعتقد إنه هو أجل مسألة خفض قيمة الجنيه اليوم لكن, لكن ليس معدلات التضخم كما كما قيل سابقا لا لا يعني لا لا أستاذ إيهاب لا لا, لا لا مسألة معدلات التضخم دي مسألة يعني ما لهاش أي علاقة بالموضوع ويمكن البعض هو اللي بيرجع هذا الأمر ليها على اعتبار أن معدل التضخم أظهر ارتفاع كبير في يونيو الماضي تجاوز 14% لكن هي الحقيقة مش كده لأن معدلات التضخم دي أساسا ناتجة من سعر السوق السوداء مش من سعر السوق الرسمي زي ما حضرتك عارفة تدبير العملة الصعبة بيتم أكثر من 90% منه من في فيما يتعلق بالاستيراد من السوق السوداء وبالتبعية الأسعار بتتحرك تبعا للسوق السوداء وده اللي قاله حتى محافظ البنك المركزي وده اللي احنا يعني صوتنا اتبع واحنا عمالين بنقوله بقالنا فترة طويلة جدا إن الأسعار بتتحرك تبعا لأسعار السوق الموازية وليس أسعار السوق الرسمي لأن أسعار السوق الرسمي دي ما بيتعاملش بيها حد غير الحكومة نفسها وبالتالي الخاسر الاكبر من وجود سعرين للدولار هي الدوله هي الحكومه لان زي ما قلت حضرتك برضو قبل كده ان الجمارك مثلا بيتم حسابها على الاسعار السوق الرسمي مهم. يعني لو انا بستورد عربيه من الخارج بتتحسب سعرها ليس على سعر السوق السوداء ولكن على سعر الرسمي وبالتالي بدفع جمرك تبعا للسعر الرسمي فالخاسر هنا هي الدوله بتثبتها سعر قرب 88 لكن لو سعر 10 جنيه الجمرك بتاعي هيرتفع مهم. مش بس العربيه بقى نقيس على كده كل السلع المستورده فمسألة التضخم دي ده أمر طبيعي وحدث نتيجة تحرك سعر السوق الموازي فمسألة أنه هو يحصل تضخم آخر جديد بعد تحريك سعر الصرف مرة ثانية أعتقد أنه لو حصل حتى هيكون بشكل طفيف مش بشكل كبير لأن الأسعار بتتفاعل مع أسعار السوق الموازية وليس أسعار السوق الرسمية طيب ردة فعل السوق اليوم يعني كيف عم نقراها لأنه إحنا يمكن تابعنا عملية التوقع بالخفض مكاسب كبيرة فقط ل 300 نقطة بالجلستين من الآن استاذ ايهاب بدانا نعمل عمليه جني ارباح لكن عمليه التعديل اللي صارت اليوم بالارتداد للمنطقه الخضراء ببعض الاسهم كيف يعني تقراها واثر قرار التثبيت عليها يعني زي ما قلت في البدايه هي المساله واضحه تماما ومش محتاجه اي مناورات ولا اي يعني تلميحات ولا اي حاجه، القرار واضح تماما ان هو هيتخذ، امتى؟ هي دي النقطه او هو ده السؤال، <applause> مش السؤال إز القرار هيتخذ ولا لا، ولذلك لما السوق بدا الجلسه في بدايه تعاملات البعض ربط ما بين الخفض السابق والخفض اللي ممكن يحصل المره دي، على اعتبار ان احنا دخلنا الجلسه المره اللي فاتت عارفين القرار وبالتالي السوق صعد بشكل حاد جدا، هذه المره الجميع كان تصور ان القرار هيطلع برضه الصبح قبل بدايه الجلسه طبقا للتوقعات اللي كانت موجوده فلما ده ما حصلش السوق تفاعلت سلبا والناس طبعا تشأمت فبالتالي السوق تراجع بشكل حاد بعد التثبيت وبعد ما طلع قرار التثبيت بدات الناس لحد ما او بدا المستثمرين لحد ما يتفهموا انها مساله وقتيه واذا حدث تثبيت اليوم فممكن ما يحصلش بكره او ممكن ما يحصلش في المزاد القادم او ممكن حتى يتم تحريك السعر دون وجود مزاد فبالتالي الناس بدأت تستوعب أن المسألة مش مقتصرة فقط علي تحريك السعر اليوم وعلى هذا الأساس بدأت الأسهم تتماسك وتعاود الارتداد وتعاود الحركة السعودية بتاعتها واللي أعتقد أنها هتستكمل وهنشوف تاني ان شاء الله مستويات 7 700 و7 واذا صدر القرار في الاجل القصير ممكن كمان نتجاوز مستويات ال 8000 نقطه لكن احنا امام ايضا تقرير لموديز استاذ ايهاب عم يحكي عن ميزان المدفوعات لمصر انه ما زال هش وهذا يمكن يعرض التصنيف ايضا لائتماني لمخاطر جديده يعني هل يمكن ان نرى فعلا خطوات سريعه فيما يخص ميزان المدفوعات او حتى خطوه سريعه يمكن تستبقها موديز بعمليه تخفيض جديد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه وعشان كده قلت لحضرتك المساله واضحه فهي المساله مش محتاجه اي مناورات خ... يعني خفض قيمه الجنيه برضه من شانه تدعيم عجز الميزان التجاري وبالتبعيه ان هو ياثر في ميزان المدفوعات احنا عندنا مشكله كبيره قوي في ميزان المدفوعات لو بصينا عليه من يوليو الى ديسمبر الماضي في العام المالي الحالي 2015 2016 هنلاقي ان في ارتفاع في العجز حوالي 3.4 من عشرة مليار دولار مقارنه ب مليار دولار فقط في فتره المقارنه نفس الموضوع في عجز الميزان التجاري حوالي تسعة وستة من عشرة أو ثمانية من عشرة مليار دولار بالمقارنة مع أربعة واثنين من عشرة فكل ده كان ناتج بسبب فتح فاتورة الاستيراد الكبيرة جدا وكمان تراجع حجم تحولات العاملين بالخارج فأعتقد تحريك سعر الصرف واقترابه من سعر السوق الموازية من شأنه أنه هو يأثر أيضا إيجابا في ميزان المدفوعات طبعا في حاجات تانية كتير طبعا يعني عشان بس ما فيش وقت أن احنا نعددها لكن يعني أعتقد أن ده من شأنه برضو إن هو يحسن من الوضع نسبيا ويقلل من فاتورة الاستيراد حتى في ظل القرارات اللي اتخذت قبل كده للحد من الاستيراد وممكن مع الخفض برضو اللي حصل في الجنيه الاسترليني واليورو باعتبار ان احنا ده يعد الشريك الاكبر بالنسبه لنا ده من شانه برضو انه يعزز من الموقف شويه فعشان عشان كده القرارات لازم هتتاخد في اقصر وقت ومش بس قرار خفض الجنيه نعم. هناك العديد من القرارات الاخرى اللي هيتم اتخاذها ومنها طبعا القيمه المضافه اللي من شأنها انها تظبط الميزان شويه مع العام المالي الجديد وشكرا جزيلا لك استاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه على شكرا. كل هذه التفاصيل كنت معنا من القاهره بهذه الاخبار مشاهدينا ناتي الى نهايه كلام اسواق اشكر لكم حسن المتابعه الى اللقاء